صرت مترشح في حزب اتحاد الشراكة للقوات الشعبية باعتبار أنني مناضلة في صفوف الاتحاد الشراكة للقوات الشعبية أكثر من 26 سنة، والحزب كلفني بهذه المسؤولية باش نخدم مدينتي ونخدم الشباب ديالها ومتطلبات ديال الساكنة. ترشحت بجامعة تمارا باعتباري فاعلة جمعوية في هذه المدينة، تزادت فيها وقريت فيها وكبرت فيها وفاعلة سياسية أكثر من 26 سنة، وكنخدموا هذه المدينة وكنفكروا معي مجموعة من الشباب والأطر اللي ترشحوا معي في اللائحة باش نحقوا واحد مجتمع تنموي في هذه المدينة ونسيروا المشاكل وهموم الساكنة بالبرنامج الانتخابي ديالنا. الجديد اللي ممكن نعطي للساكنة ديالي أننا غنحقوا غنلتزموا باش نطبقوا البرنامج الانتخابي اللي نطرق الجانب الاجتماعي والجانب البيئي والجانب الاقتصادي والجانب الخدماتي. الاجتماعي أننا كنفكروا نديروا مرافق صحية للساكنة، كيف يعقل مدينة تمارا مدينة فيها كثافة سكانية وما فيهاش مستشفى إقليمي؟ كيف يعقل أن مدينة تمارا بالكثافة السكانية ديالها ما فيهاش كليات؟ كنفكروا نديروا فرص شغل للشباب المعطلين، نديروا مقاولات، نديروا مشاريع تنموية باش نخدموا هاد الشباب العاطل على العمل. إذن كنقول لساكنة مدينة تمارا ودعوا الثقة في المرشحة ديالكم ودعوا الثقة في حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية رمز الوردة، ونمشيو لصناديق الاقتراع ونصوتوا على هذا الحزب، وتا واحد ما يقول بأن صوتي ماشي مهم، بالعكس صوتك وصوت الآخر والقوة ديالنا والإرادة ديالنا غنكونوا قوة للتغيير، نبنيو واحد المجتمع تنموي جديد، نصلحوا هذه البلاد، نحيدوا المفسدين. وحنا في الحزب كنلتزموا كمرشحين ومرشحات الاتحاد الشراكي نخدموا بالشفافية، النزاهة، التشاركية الديمقراطية. بغينا نبنيو واحد المجتمع ديمقراطي ما فيش فوارق طبقية، كل واحد كيتحمل المسؤولية كيتحاسب على ديك المسؤولية ديالو، تكون شفافية في الصفقات، شفافية في المشاريع. نحاول نبني واحد المدينة اللي هي جميلة، لأن أختي المواطنة، أختي أخي المواطن، صوتك وصوتي غنبنيو الغد، بصوتك وصوتي غادي نديرو مستقبل وليداتنا وبنياتنا.